هاي واحد. لا. 16 مو؟ 16. 16 بدنا 4. شادي. هاي. حشر حشر. الآن عمليات المكافحة في محصول المقية، المكافحة للأعشاب الرفيعة الضارة ومكافحة حشرية تستهدف الآفات الحشرية وخصوصا صوص أوراق العدس. طبعا عملية المكافحة تتم ببسط عمال مياومين على نفقة نظمة أرضك، وهم ذو خبرة في عمليات المكافحة، وتم إعطائهم التوجيهات والإرشادات من قبل الفريق الفني الزراعي، كما تم التأكيد عليهم على قواعد السلام والأمان، حيث تم توزيع على كل عامل قفازات وكمامات، وذلك حفاظا على سلامة العامل. كما تلاحظون تتم عملية المكافحة، ونؤكد على قواعد السلام والأمان حفاظا على سلامة الشخص المنفذ. بدأ اليوم بعمليات مكافحة سوسة أوراق القلف وأبو دقيق القفاز في حقول البقية باستخدام مبيد ديناميثرين تركيز 50%. هذا خاص مبيد جهازي ويعمل عن طريق الهضم لقضاء الحشرات المطاردة والماسة. لحن عطيك لا ولا تبدو الآن نقوم برش أعشاش أبو دقيق الخبازي الموجودة الآن في ضمن حقول البيقي. دور الأعشاش الآن المكافحة وتدريب العمال على طرق المكافحة. نقوم الآن بتدريب الأخوة المستفيدين على الطريقة العلمية الصحيحة لرش مبيدات الأعشاب والمبيد الحشري ضمن الحقول البيقية.